عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة فاز والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها ما للديار وما ليا ومتى سألت الدار عن أربابها يعد الصدى فيها سؤالي ثانية كانت غياثا للمنوب فأصبحت لجميع أنواع النوائب حاوية ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناعي يجاوب ناعي ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق إذ العراق كما هي ماذا قطع مفراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع جارية تحسر محمد وانتحب ودموعه تسيل ونادت خليني يا
اخويا وعني تشي وياك خذني كان تدري توقع حروب تدرون بي من قبل يا حسين مهيوم والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب ضنوة ابو الحملات مهاب الرجاج شيلون عني ودوركم تبقى خلية وحشة وبيها ينعب غراب المنية وابقى حليف الحزن ودموعي جرية ما اقدر على هالحال يا شيخ الرجاج قال له ودمع العين يجري وقلبه يفور كلنا يا خويا مفصل لنا بكربلا قبور مالك معانا يا محمد قبر محفوظ الله يا مدموم نبوادي كربلا تسي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لفرج وسلامة مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال صلوا على محمد وآل محمد. الحديث أيها الأحبة تحت عنوان الله الله في جيرانكم. الإسلام أراد لأتباعه أن يكون بينهم علاقة متينة وطيدة قائمة على المحبة والمودة، ولهذا يستثمر كل شيء يمكن أن يضفي مزيد من الترابط. يعني احنا عندنا القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا الولاء يطير بجناحين. الجناح الأول جناح السلام، يعني شنو سلام؟ يعني ما يصل إلى مسلم آخر مني سوء،
وإيش تحية الإسلام؟ السلام عليكم. يعني شنو؟ يعني إذا دخلت محل قلت السلام عليكم، يعني تقول أنا لن يصلك مني أذى أو ضرر أو غش أو ما إلى ذلك. هو يقول وعليكم السلام، يعني أنا أيضا من جهتي لن يصل إليك سوء. هذا الجناح الأول، جناح السلام. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الجناح الثاني هو جناح النصيحة. يعني شنو؟ مو يعني الوعظ، النصيحة يعني الإخلاص الآخر، أقدم له وأنصح له، لا أبخل عليه بشيء. ولهذا أمير المؤمنين لخص هالكلمتين في جملة قال الخير منه من المتقي، مأمول الكل يأمل خيره، والشر منه مأمون، الكل واثق أنه لن يأتيه شر وضرر وسوء من المؤمن. الآن الإسلام لتوطيد العلاقة حرم كل شيء يسبب مشكلة بين المؤمنين. مثلا الربا. الربا ليش حرام؟ أنا محتاج وأقصد في ضائقة ومشكلة، وأنت تستغل حاجتي وتأخذ أرباح، هذا بحقد عليك، حرام. الربا حرام. حرم الخمر. الخمر واحد يشرب ويمكن يؤدي جاري، يؤدي أخي، يؤدي كل واحد، فحرم. بعد حرم القمار، نبي نتونس في القهوة وروح راتبي في لعبة شقى شهر وظل الآن ما عندي أصرف على عيالي، أحقد على اللي غلبني وأخذ فلوسي، حرمها. فالإسلام جاء لكل بؤرة فتنة وعنصر تمزيق للمجتمع وأغلق وحرمه، ثم فتح أبواب التواصل والتواد واستثمر كل عنوان. قال أنت مسلم وفي أفريقيا مسلم، هذا أخوك له حقوق الإسلام وإن كان بعيدا. وقال ليس من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين في المرخ أو في المريخ، ما في فرق، مدام مسلم اترك الجغرافية. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، ما عندك هاي العقيدة تجمع. بعد إجل مثلا الرحم الأنساب، وهو وظف لنا هذه العلقة وقال ملعون من قطع رحمه، في القرآن ملعون مرتين. بعد يعني الرحم، شوف عبارة للنبي صلى الله عليه وآله، توي ذاكرنها في جواب قبل لا أجيكم. شنو واحدة تقول لنا واحد من الأرحام نحتجنا ليك أنا ما أساعدنا، وش نظرك تجاهها؟ قلت نظري أنصلوا من قطعكم، كون أذاكم هو رحم، تنقابلوا بالصلة. قالت شلون يعني ربي أولادي على هالطريقة، على أن الرحم يقاطعنا وإحنا ما نكترث، يعني يتربون تالي نسوا مثله؟ لا يا مو، تقول وجهة نظري. قلت مو وجهة نظر، هذا أدب ديني. الرواية عن رسول الله شوفوا وش قال، ليس الواصل بالمكافئ. يعني شنو؟ يعني لو عمي تفضل علينا بزيارة أقول أوه فشلنا عمنا جاء نرد التحية نزوره، يقول هذا اللي رحت مو صلة رحم، هذا مكافئ، كافأت صلة بصلة. عجل وين الواصل؟ قال الواصل اللي إذا قطعك رحمك تصله. فالواصل هو من يصل من قطعه وليس من وصله، ذاك شاكر ذاك مكافئ. استثمر النسب، ثم جاء واستثمر الجغرافية وقال انت جار وعندك جارك، هذا الجار له حقوق وله وعليه واجبات بمقتضى الجيرة والتجاور المكاني. فنريد نتكلم عن هذا البعد، هذه النقطة، نقطة الجوار. خلنا ناخذ الآية تبين الأهمية. يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بدأ بنفسه ثم ثنى بالوالدين وبالوالدين وبذي القربى، ثلث بالأنساب. يعني وش وبذي القربى؟ يعني وبذي القربى إحسانا، عطف على وبالوالدين إحسانا، فلا بيجوك إلا إحسانا إحسانا إحسانا، ما كرر الله الكلمة لأنها واضحة. وبذي القربى واليتامى، اليتيم ينقصه أشياء، من هالأشياء اللي فقدها بموت والده النفقة، فيقول لا تقصرون في حق اليتامى، اصرفوا عليهم، شيلوهم، شوفوا عوزهم. بعد اليتيم فقد
عنصر القوة في الأسرة، ففي اللاشعور يعيش انكسار. فإذا شاف المجتمع يعامله بالرحمة يمسح على رأسه، لا هذا يصيد نوع من الثقة بنفسه وأنه محبوب لدى من حوله، مو ضعيف بينهم. لهذا ورد أن كل شعرة تمر على تمر يد الإنسان إذا مسح على رأس اليتيم رحمة به، بكل شعرة لكذا ثواب أو كذا حسنة أو كذا درجة أو شيء في الرواية. ليش؟ لأنها وظيفة المجتمع أن يربي اليتيم تربية لا نقص فيها حتى لا يتحول بؤرة فساد أو جريمة. وبذي القربى واليتامى والمساكين، يعني الفقراء ننظر إليهم، والجار ذي القربى والجار الجنوب، هاي خليهم لبعدين، هم حديثنا بس خليهم لبعدين. والصاحب بالجنب، من هو ده الصاحب بالجنب؟ اللي جنبه تحت جنبه، زميلك في الدراسة، زميلك في العمل، زميلك في السفر، هذا صاحب بالجنب، ما دام هو صاحب بالجنب له حقوق. بعد وابن السبيل، إذا واحد وصل البحرين خلصت فلوسه، سرقوا فلوسه، الآن يحتاج يرجع ديرة ما عنده، هذا ابن سبيل. وما ملكت أيمانكم العبيد وما عد عبيد. الآية ختمها الله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، كأن الله يريد يقول اللي ما يحسن لهؤلاء هذا إنسان يعيش التكبر وأنه يفتخر بنفسه وهو أحوج ما يكون لغيره. هذه آية بدأنا بها المجلس لنعرف أن القرآن تكلم عن أهمية الجار. الآن نجيب بعض الروايات الواردة في أهمية الجار. الرواية الأولى كلكم سمعتموها، ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني شنو؟ يعني إذا مات الوالد اترك الأولاد، الجيران ما لهم نصيب. يقول من كثر ما الله يطرش جبرائيل إلي أنا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، كل ما يطرش من كثر الاهتمام توقعت بينزل جبرائيل. بيقول بعد إذا مات الجار، جار يرث حصة من حصص التركة. لهالدرجة النبي توقع لكثرة ما نزلت توصيات من السماء. الآن قرينا آية وقرينا حديث النبي، نختم حديث الإمام علي. الإمام علي في لحظات الأخيرة وهو حكيم العالمين من الأولين والآخرين بعد رسول الله، هذا الحكيم بيموت بيوصي أحبته بخير ما عنده من علم، وإيش قال؟ أوصيكما حسن والحسين وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله، ثم عدد إلى أن يقول الله الله في الصلاة، إلى أن يقول الله الله في جيرانكم. فإذا الإمام علي في لحظات الأخيرة يوصي من بلغه الكتاب، وقد بلغنا جميعا، يوصينا عليه السلام بتقوى الله، يوصينا بالجار. الآن يا حبيبي نبي ناخذ نقطة، من هو الجار؟ من هو الجار؟ لأن احنا دائما في ثقافتنا الجار يعني تحت بيتنا أقل سبعة بيوت، الروايات ما تذكر سبعة بيوت. الروايات تتكلم رواية عن إمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواية ثانية عن إمامنا الباقر، تتكلم تقول منا أربعين بيت، أربعين دار، منا أربعين دار، منا أربعين دار، في الخلف أربعين دار، كم صار هذين؟ ها؟ ها؟ لا مو بس بني جمرة، حتى الرب البديع يا سيد. لأن يا حبيبي إذا مني أربعين ومني أربعين هي ثمانين، وأنا في الوسط 81، ومنا أربعين ومنا أربعين وأنا في الوسط 81، تضرب 81 في 81 6561 دار. واحد يقول لا مو أنا أقول هاي الروايات، مو الإسلام مجرد يشوف شيء يربط بين المؤمنين ربط بينهم. بالتالي إذا واحد سألك أنت من الشاخورة هاي بعيدين عنهم، قلت لا جيراننا، جيراننا الشاخورة دقيقتين توصل، هاي تربية الإسلام. لكن احنا لا، إذا عدنا احنا من جد حوصك وأهل الدهني قتال، نعتبرهم هم غير وإحنا غير، والمادي المرخة تكون بعد خصوم لولا
بني جمرة ولد راسل خلف هني. فالقرى المتجاورة الشياطين تشعل بينهم حروب ضروس، بينما الإسلام لا يقول هاي مو جيران، يعني قرية ثانية جيرانك اللي لهم حقوق عليك. على كل حال انجي الآن يا عزيزي إلى مسألة رواية عن رسول الله. جو لي قال لي يا رسول الله فلانة واحدة من النساء تقوم ليلها، يعني في الليل تصلي وتصوم نهارها، تصوم في النهار مستحب انزين، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، لسانها شوية يلشط بتعبيرنا. الحين هي تصلي الليل وتصوم النهار ما يشفع عليها؟ شوف النبي وش قال، قال لا خير فيها، إنها من أهل النار. مرة واحدة من أهل النار، لأن الإسلام ما ينظر لعلاقتنا ويا الله فقط، علاقتنا يا الله أخطأنا ويا الله بيغفرها، لكن الله ما يحب الظلم. أجي ظالم جاري يقول ربي أنا ما أدخلك الجنة، أول يرضى جارك، أنا خموه أنا حرمت الظلم وتالي أدشك الجنة كأن شيء ما صار، يعني أمضي ظلمك؟ لا ما أمضي ظلمك. ولهذا حتى في الغيبة ورد المغتاب إن لم يتب أول من يدخل النار، وإذا تاب آخر من يدخل الجنة. قضية ظلم الآخرين قدر الإمكان الإنسان يجنب نفسه، قدر الإمكان. انجي الآن يا حبيبي لمسألة أهمية الجوار فيما يرتبط. قبل لا نروح أهمية الجوار في التفاصيل، الإسلام يقسم الجيران لثلاث مراتب. جار له ثلاثة حقوق، شلون يعني؟ هذا ولد عمي وجاري ومسلم، حق الإسلام وحق القربة وحق الجوار. في واحد لا، جاري لكن مو نسيبي، مسلم، يقول لي ليه حقان الجوار والإسلام. واحد لا، كافر ولا من أنسابي لكن جاري، الإسلام يقول كافر لا ما لي حق إسلام، مو نسيبك ما لي حق قرابة لكن لي حق الجوار. ساعات كافر خلنا نأخذ راحتنا فيه، لا ما الإسلام ما يقبل، ما يقبل الإسلام التعدي. الآن في النقطة الأولى، ما هي ثمار حسن الجوار حتى نتشوق إلى أن نحسن للجيران؟ نبغى نتعلم وش الفوائد. أول فائدة ذكرتها الرواية هي ماذا؟ عن رسول الله، ترسيخ الإيمان. يقول أحسن مجاورة من جاورك تكون مؤمنة، تكون مؤمنة. شلون يعني؟ الإيمان مو ثوابة في الآخرة فقط، الإيمان في الدنيا ثمرته قبل الآخرة. كيف يعني الإيمان ثمرته في الدنيا؟ شوف يا حبيبي، إذا واحد مؤمن غير إذا واحد عاصي. المؤمن لقربه من الله وذكره لله يعيش الطمأنينة، ويعيش كلمة نقرأها في القرآن وفي الدعاء، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقفت عند هالكلمة مرة، خلنا نوقف شوي. إذا أنا خايف من المستقبل، مثلا خايف أموالي تنسرق، بيتي يحترق، ولدي يموت، كذا، إذا أنا خايف من المستقبل يقولون هذا عنده خوف. إذا لا وقعت المصيبة، وقع الفاس على الرأس، يقولون عنده حزن، أقول أنا حزين احترق بيتي. فإذا قبل وقوع المصيبة خوف، وبعد وقوعها حزن. شيء المؤمن ما يطيح بيته ولا يحترق ولا شيء، يقول لا كل هذا يصير لكن لعلاقته مع الله وحسن ظنه بالله وعلمه بأن الله المدبر وقد دبر أمره وهو جنين، يجي لي أفضل ما في جسم أمه، ثم لما ولد يجي لي لبن خالص بأفضل ما يكون، يشوف الله ومجرب الله، يقول له وش بيصيدني مستقبلا؟ هذا الله الجميل لا يصنع إلا جميلا، فلا يخاف المستقبل. ثم إذا وقعت المصيبة يقول هذا ما رأيت إلا جميلة، هذا تدبير من الله، الله كفر ذنوبنا، الله رفع درجاتنا، فلا يحزنه أمر بعد وقوعه ولا يخيفه شيء قبل وقوعه. هذا الإيمان. فالإيمان يخلي الدنيا لها طعم. يقول تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حتى في وسط القصر خايف يسرق، خايف. شفت السلاطين الناس تغبطهم على حياتهم، يقول هذا عنده قصور وعنده كذا، هو ما ينوسد السوق،
ما ينوس يمشي بروحه وهو في القصر ويخاف. هاي السلاطين شيء الأجهزة الأمنية تصير في الدولة الواحدة 6-7 أجهزة أمنية لا هو إلى الشعب لا مو للشعب الشعب كل الجرائم اللي تقع ضد الشعوب تسجل ضد مجهول. المسألة مسألة هكذا يا حبيبي الإيمان يخلي الإنسان. الخميني يأخذه الجلاوزة من قم إلى طهران هو بكل طمأنينة وهم يرتعدون هم المسلحون وهو الأعزل يقول أريد الصلاة يوقف غصبا عليهم ويصلي بكل طمأنينة وثوق. هذا الإيمان. يجي من باريس في طائرة يقول لي معرضة لقصف الجيش الإيراني وهو خد راحته ونام في الطائرة. هذا الإيمان. فساعات إذا نقول ثمرت شيء الإيمان يقول واحد يعني الجنة نقول لي لا قبل الجنة الآخرة جنة الدنيا. هسه واحد جل النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله جاري أقرب الناس إلي جيراني كلش ملاصقني من لا أرجو خيره ما في خير يعني ولا آمن شره. النبي يقولون قال لعلي بن أبي طالب قم يا علي يا سلمان يا عمار. الراوي يقول الرابع متردد منه أتوقع يقول هو المقداد. قال لها الأربعة قوموا نادوا في المسجد بأعلى أصواتكم لا إيمان لمن لا يأمن جاره بوائقه يعني مشاكله ومصائبه والسوء والشر. وقفوا كل واحد في منطقة ونادوا بأعلى الأصوات 3 مرات يعني الكل سمع. فمسألة يا حبيبي الإيمان يرتبط بحسن الجوار. لا إيمان لمن لا يأمن جاره. فهذا الإيمان أصل الإيمان. قبل لا أظلم جاري خلني أفكر في حفظ إيماني. بعد زيادة الرزق وإيش جيب أنا زين يا جاري مو زين في زيادة رزقي ليش يعني وإيش جيب هذا بهذا. يا حبيبي خذها معلومة تتكرر مني واجد كل مرة نحتاجها وهي هذا النظام الجميل الكوني هذا النظام تكويني وهذا الإسلام واجباته ومحرماته وآدابه هذا النظام تشريعي. النظام التشريعي والنظام التكويني جايين من واحد وهو الله هو اللي جاب هذا وخلق هذا يقول مترابطين وسمى الإسلام دين الفطرة يعني الخلقة فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله هاي خلق. وبالتالي لا تتعجب إذا صلينا استسقاء وطاح مطر في ارتباط وأن لو استقاموا على الطريقة لا أسقيناهم. لا تتعجب إذا ما في مطر بسبب ذنوب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذا نحن إذا انضبطنا مع الشريعة ينضبط النظام الكوني رزقنا يزيد. لهذا في زمن المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه ما نحصل فقير لأن السماء تنزل بركاتها والأرض تخرج خيراتها ما في حاجة بسبب أن توافق بين النظام التشريعي بين الناس وبين النظام التكويني. لهذا الآن إذا نتصدق يزيد رزقنا إذا نصل أرحامنا يزيد رزقنا إذا نحسن أخلاقنا يزيد رزقنا إذا نحسن للجار يزيد رزقنا. يقول الإمام الصادق كما في الرواية حسن الجوار يزيد في الرزق رزقنا يزيد. بعد كنا نحب الدنيا صح ولا حتى المؤمن يبي الله يطول مدته في الدنيا عبد الله أزيد. فالإسلام عرف أن نحن نحب نعيش أكثر قال اللي يصل أرحامه نزيد عمره. بعد قال اللي يحسن لجيرانه نزيد عمره. الرواية عن إمامنا الصادق حسن الجوار زيادة في الأعمار عمرك يزيد. بعد تكملة الرواية وعمارة الدار يعني وش عمارة الدار. تخيل أنا بين جيران في المرخ من أطلعت هاوش يا جيراني ولا أشوفه طاف واحد ليش طايف مني بيتكم منك طوف على بيتنا لو أمشي وهاوش إلا تشيلي وش توقع تتوقع الناس داشين طالعين مجلس ماله لا يشتري لي زولية للمجلس وإيسي ها وكراسي نقول لي خمسهم لا حب يجيك على هالأخلاق الدار ما حد يدخلها خمسهم العمل. أما ذاك الحباب لا الناس ويش من زمان ما شفنا لها يومين من نشوفهم عليه. الإنسان إذا عنده علاقة طيبة الكل حب يدخل عليه. فالرواية تقول وعمارة الدار يعني سر الدار عامرة بالمؤمنين. بعد
بعد زيادة الأعوان، هذه أريد أبينها. شلون يعني؟ شفت الأول المؤمنين لما كان الجار كأنه نسيب، الأول المؤمنين الجار كأنه نسيب، يعني هذه تحتاج طماطم يديش تأخذ، وهذه كلش الحال واحد. وإيش كانوا المؤمنين؟ إذا عدهم بناء يوم الصب شوي يختلف الحال. يوم الصبية يا جماعة، يوم الخميس بيت فلان عندهم صب، ولا تشوف الدير عندها فزعة، وكل الشباب وهالرجال جايين يشتغلون عليه، بس يوفر عصيدة وبلاليط، ها، والباقي هم بلاش يشتغلون، جارنا محتاج. هذه الأجواء، هذه اللي أرادها الإسلام. لكن خل واحد أخلاقه زفتة يا الناس، أحد يحب يخدمه؟ أحل لو أنا واحد رحب الناس وحب الناس من جيراني، لو أطوف عليه وهو عنده ثلاجة يوم يدشها يا ولده، أضرب بريك وأوقف وسط الشارع وأقول له وقف وقف حجي فلان، أصبر أصبر مشي لياك، تدري روح أنت استريح، روح استريح، إحنا منكفيك. الناس تتحبه، لا تشيل تساعد. أما لو واحد يمشي ويأدي الناس، الطوف عليه وما هو قادر وزاخ عرق، انت تطلع تلفونك سرحك مشغول ما شفته، صح لو لا؟ ايه كذي الناس. امير المؤمنين لخص الفكرة، قال: من احسن الى جيرانه كثر خدمه. الكل يوم بيخدمه، الكل يوم بيخدمه. بعد اخر ثمرة هي مسألة الشفاعة. شلون يعني الشفاعة؟ هذه رواية جميلة وردت عن الإمام المعصوم، أريد أوقف عندها، بقولها معناها أول تالي أقراها. يوم القيامة يجيبون واحد ما عنده في حسناته ولا حسنة، صفر. معقولة واحد ما يصلي ما يصوم؟ كيف صفر؟ إيه معقولة يصلي ويصوم ما عنده ولا حسنة؟ كيف يعني؟ يوم القيامة يجي واحد يطالع دفتره يقول هالسيئات والله العظيم ما سويتها، يقول لي لا انت صح ما سويتها، مو انت غتبت فلان، دورنا حسنات عندك ما حصلنا، جبنا سيئات لك. واحد يقول زين سويت عمره ديك السنة، وين ثواب العمره؟ اغتبت ودوا الثواب. واحد صالح عنده شوي غرور، هو صالح لكن عنده غرور، جا لي واحد قال لي انت اللي غتبتني، قال ومن انت حتى اعطيك حسناتي، أنا أتعوث الرشد حسناتي بالغيبة. فيا حبيبي واحد ساعات يرد القيامة ودفتر الحسنات صفر، وبعد يودون الجنة، غريب لا. ليش ودوا الجنة؟ جارة قال يا رب هالجار ما حصلت منه أذية، لأن ما حصل منه أذية بودون الجنة على هالكلام. شوف الإمامنا الباقر في الرواية: وإن المؤمن ليشفع لجاره وما له حسنة، ما عنده حتى حسنة واحدة، فيقول يا ربي جاري كان يكف عني الأذى فيشفع فيه، فيقول الله تبارك وتعالى أنا ربك وأنا أحق من كافأ عنك، فيدخله الجنة وما له حسنة، حسنة واحدة ما عنده بسبب أن ما يأذي جاري. شوف الإسلام شلون ياخذ الأشياء اللي احنا عندنا ما لها قيمة في نظرنا، لكن الله عاطنها اهتمام كبير ويراها، هي سر تواصل وترابط المؤمنين. انتهينا الآن بكيف نحسن للجوار. طبعا الإسلام يعني الآن يقول تارة انت اشتريت الدار وتورطت، نبو منك أخلاق الإحسان، وساعات لا بعدك ما اشتريت. في رواية أن واحد جاي بيشتري دار، يوم بيشتري بيت، فقال لي يا رسول الله أريد أن أشتري دارا، هل أشتري في مزينة أو جهينة أم ثقيف أم قريش؟ لأن احنا أول ما نجي نطالع الدار كم غرفة وكم دورة مياه، لا زينة صراحة واجه ممتازة. النبي يقول له مو كذي، أي مو صح، يقول لي على كيفه، قال أول شوف الجيران إذا زينين تعال طالع الدار عجبتك اشترها. فلما سأل النبي اشتري هنا 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 هنا، قال لي الجوار ثم الدار. تخيل عندك قصر، من تطلع الخمايم مال الجيران على ولا داخل بابك صايره، عندك قصر وجارك يشغل لك هالمكاين مزلزلنك ما تستقر، اولادك من يطلعوا دقيقتين جاوا مسطرين، تهي القصر كله ما تتمنى. ليش؟ انا ما مرتاح. السكن اسمه فيه من السكون، انا ما محصل سكون، حصل بلاء.
فلما سأل النبي قال لي قبل لا تروح تشوف البيت وجماله، الجوار قبل الدار، أول شوف جيرانك. لهذا في التاريخ كان شخصية يعتبرونها من الصالحين تسمى عبد الله بن المبارك. هذا الرجل عند جار يهودي، اليهودي أراد يبيع داره، عرضها ب2000. جولة الجماعة قال لي احنا نشتري بس انت مبالغ في السعر، هي تسوى 1000، انت حط 2000. فوش جوابه؟ قال 1000 لداري و1000 لجواري. ترى جاري عبد الله بن المبارك الشخصية العارفة المؤمنة. قالوا ايه كذي صدقت. عبد الله بن المبارك سمع انها قال هالكلمة، طرش اليه مبلغ، قال لي هاي الفلوس الك وابقى في دارك، انت جار حسن حتى لو يهودي، تذكر اخرين بانصاف، اقعد مكانك. والعرب كانت تضرب مثل يقولون جار كجار ابي دؤاد، اذا ارادوا يمدحوا واحد يقولون جار كجار ابي دؤاد. من هو ابو دؤاد؟ كعب بن امامه. هذا عنده عاده، اذا جاره ماتت عنده شات غنمه طرش لهم قيمتها او غنم مكانها، إذا مات جمل طرش لهم قيمته، إذا مات الجار طرش لهم ديته كأنه اللي قتله. يقول الحين هذا لو قتلوه مشان يعطونهم دية، مدام مات أولاده يضيعون نعطيهم كأنه إحنا السبب. فصار مضرب مثل عند العرب. الشاعر يشير لها الحقائق أن أول تشوف الجيران قبل لا تشوف الدار. أقرأ لك، يقول اطلب لنفسك جيرانا تجاورهم، لا تصلح الدار حتى يصلح الجار، اول جار ثم الدار. لكن في واحد بالعكس باع الدار الجميله الواسعه بثمن زهيد، قاموا الناس يعاتبونه، بيتك يسوى اكثر، كيف تبيع بهالسعر؟ فانشد شعرا وقال يلومونني اذ بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. انتم ما تدرون، لو تدرون ولا حتى السعر اللي طالحنا ما قبلتهم بسبب هالجيران اللي حولي. كيف نكف الأذى عن الجيران؟ كيف نحسن الجوار؟ عدة عناصر بصورة سريعة، الوقت على نهاية. أول شيء، أول نقطة، أن نكف الأذى عنهم. الآن نتكلم عن حسن الجوار، نبي مصاديق، نبي نتعلم وش حسن الجوار. أول نقطة كف الأذى. كف الأذى يعني شنو؟ يعني ما أذي ولا في شيء، لا في صوت لا في زبالة لا في شيء. لأن ساعات الواحد يطلع مثلا سيارته يغسلها، يسوي برج على الباب، يطلعون هتوي جار، يعني ما أحد يغسل سيارته، أو يطلع لك سيارته بغسلها ويشغل لك ردادية أغنية، يزلزل المرخ كلها، تطلع عليه تقول نسيبي يعني شوي الصوت قوي، قال هاي بيت أنا على باب بيتنا. نزل قول له الصوت ودش بيتكم، ما بيتنا المزلزل لنا داخل. فأول شيء كف الأذى. الروايات ذكرت مصادق منها أن لا أتعدى على أرض جاري. كيف يعني؟ ساعة واحد اشترى أرض ملاصقة لي أرض جارة، ما جاء الجار إلا من زمان بنى وماخذ شوية نص متر شبرين ثلاثة، اسمح لنا عاد هذا المهندس الله يسامحه، اسمح لنا انت حين مهندس ما مهندس، هي كل ما يمشي. شوف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، من اعتدى على أرض جاره ولو بمقدار شبر فإن الله سيطوق به عنقه بطوق من نار ويرميه في جهنم إلا إذا تاب وأرجع الأرض. انتهينا من التعدي على ملك الغير. اثنين، الأذى اللفظي. من شوي قرينا رواية، امرأة تصلي الليل وتصوم النهار لكن تؤذي جيرانها بلسانها، قال النبي لا خير فيها إنها من أهل النار. الآن جي للرجال، أن في وراء الجدار نسوان، سمعوا؟ خلنا نسمع الرجال الآن. الرجال شلون؟ في الرواية قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله إن فلانا يصوم النهار ويعمل، هذا ما يصلي الليل، يصوم ويعمل، واللي حصل من أموال يتصدق، والتصدق بعد اجتماعي،
ويربط قلوب، لكن عنده مشكلة ثانية، إلا أنه يؤذي جاره بلسانه. تقول الرواية فأجهم رسول الله، أجهم يعني شنو؟ عبس، ظهر الغضب على وجهه صلى الله عليه وآله، فقال إنه لا خير فيه وإنه من أهل النار. خلاص من أهل النار. فيا حبيبي المسألة في الروايات إن الله أخفى أربعة في أربعة، من هالأربعة أخفى سخطه في معصيته، فلا تستصغرن شيئا من معصيته فربما وافق سخطه. تقول إلا ذنب صغير جار وشعد خلنا نسبه، تالي يوم القيامة تضح سخط الله في هذا. قرينا روايتين على إيذاء لساني لفظي نار، النبي قال خلاص هذا هذه من أهل النار، فالشي مخيف. انجي الآن إلى مصداق ثالث، النظر لأعراض الجيران. أفتح النافذة جيراننا مساكين ما ماخذين احتياط، ما يصير. البعض يقول أنا صعد فوق أصلح خزان الماء، يعني الواحد ما يركب حتى في بيته، ما عليه كل الجيران. قول يا جماعة من عندنا عامل بيصعد فوق، خذوا احتياطكم ستركم كلش كلش. قول يا الله يا الله شيء وصل وزرق. وهذا سمر ابن جندب، سمر ابن جندب واحد من الصحابة. هذا ليه شجرة نخلة في داخل بستان واحد من الأنصار، وهذا ساكن في البستان ويا زوجته ما تأخذ سترها في مكانها، يجي دي يزرق. هذا الصحابي قال لي يا سمرة استأذن حتى المرة تأخذ سترها، كل مرة يقول لي ما يرضى. راح اشتكى عند النبي، النبي كلمه قال له زين بنشتري منك نخلة بنعطيك في الجنة كذا، كله يقول لا لا، يعني أغضب النبي قال شيلها ورمي بها وجهه، هذا رجل مضار. لكن إذا تشغل FM عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، هذا سمرة ابن جندب يا حبيبي اشتراه معاوية وخلاه في وزارة الإعلام، هو ومع أبي هريرة. سمرة ابن جندب عطاهم معاوية 400 ألف درهم، عطى سمرة ابن جندب على أساس روايتين. الرواية الأولى أن قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض يفسد، منه هذا قال علي بن أبي طالب. والرواية الثانية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، عبد الرحمن ابن ملجم، 400 ألف درهم. هاي من زمان يشترون الدماء، هذا شخصية المفروض شاف النبي غير، لكن هذا الذي حصل. فالنظر يا حبيبي الإسلام ما يقبل. نقول يا الله قبل الإسلام عنترة أسود، ومع ذلك في صفات الفطرة يقول في شعره وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى تأخذ سترها أرفع راسي. هذا عنتر قبل الإسلام. والمسلمين الله ينادي ليل نهار يا أيها الذين آمنوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصار، القرآن يطلع وقل للمؤمنات. لكن للأسف ساعات الإنسان هكذا، الفوضى وغير الفوضى، مصادق للإيذاء كثيرة أنت تعرفها لا أطيل فيها. انجي لرقم اثنين. رقم واحد أن أكف أداي عن جاري، رقم اثنين أن أتحمل أذى جاري. إمامنا الكاظم في الرواية يقول ليس حسن الجوار كف الأذى، مو هذا، في شيء أفضل منه، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى. جاري يؤذيني ومع ذلك أنا طيب وياه، يجي ولدي مراهق والله مرة ثانية بكسر سيارته، هذا جار هذا، لا يا ولدي شوف أبوي تعال شوف ايش سوى في سيارتنا، ما علي يا ولدي ما علي ما علي، الإسلام ربانا نصبر. لما تحن نصبر انت عطني بس فرصة وراك فيك. يا ولدي مو صح، انت الآن هو يقابلك بالأذى، لين قابلت بالأذى وش بعدين في النار يحرقنا؟ يا ولدي مو شيء تعالج الأمور، خلنا نحسن إليه إلى أن يخجل، فإن القلوب جبلت على حب نحسن إليها. اصبر عليه، أكبر معارض تجيب الحكومات وتعطي سيارة الأرض كذي، تاني ما شوف إلا المعارض الكبير يقول احنا بعكنا نقيم غلط، ترى الحكومة معذورة، احنا من بعيد نتكلم، السيارة غيرت الموقف. فأنت يمكن جايب حلاوة عاطي جارك مشكور، تكلم خشمة مرة مرتين تالي يستحوجي شوي شوي يتغير. فالمسألة أن كف الأذى. هسه واحد جل النبي اشتكى جاره، وش قال لي؟ طبعا الناس يقولون انت مثاليات،
تكلم يعني شي واقع له. أقول هاي الإسلام هاي جماله، خلنا نعود روحنا على هالجمال. على كل حال أنتم مو شيعة الأئمة؟ الأئمة مو جيم واحد من الشام ربع ساعة نص ساعة ساعة بس يسب 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 والإمام ساكت حارس يخلص، أقول ما يخلص يقول لي أنت غريب، والغريب يحتاج ناس تحمله يعني على دابة تستقبله تطعمه تساعده. حياك في لحظات ينقلب من الحقد إلى المحبة، فيقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. هسه واحد جاء للنبي صلى الله عليه وآله قال لي جاري يؤذيني، وش قال لي النبي؟ قال لي كف أذاك عنه، لا تقابل أذى بأذى، واصبر لأذاه فكفى. يعني كم سنة أصبر كم شهر يا رسول الله؟ فكفى بالموت مفرقا، يعني تصبر لين تموت. هاي شي صعب، اللي ما يقدر خب شي آخر. لهذا واحد جاء للنبي قال لي يا رسول الله جاري مأدني، قال لي اصبر. راح صبر صبر نفذ صبر الجه. يا رسول الله هذا أداني، قال لي اصبر الكلام. راح المرة الثالثة جه بس ما أقدر اصبر. لا تقول يا رسول الله اصبر بس خلص طفح الكيل. قال لي عجل إذا ما عندك صبر خلص صبرك، روح شيل أثاث بيتك طلعها برا الطريق. وكل من طاف عليه قال ها وين بتروح؟ قول لي هذا جارنا أداني فعل فعل. كل من جه قول لي كذي هم يغيبنا غيب. لكن القرآن يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، هذا مظلوم. فيجوز الغيبة لدفع الظلم، إذا توقف دفع الظلم على الغيبة تصير شنو؟ بدل ما صار الظلم الغيبة صارت عدلا تدفع ظلما. فوش اللي صار؟ قعد بالطريق وكل من جاء قال له قال لي وش أقول لك يا أخوك كذي كذا كذي كذي. الرواية تقول كلمة هاي سنن ابن أبي داود هالرواية، كل من جاء قال الله يلعنه الله يسوي فيه كذي وكذي، فعل الله به وفعل. كل واحد جاء قال كلمتين وش صار؟ جاء يركض الجار قال جار استر علي شيل أغراضك والله ما بيجيك من نسو بعد اليوم، واعتدل. فالنبي صلى الله عليه وآله يوم شاف هذا نفض صبره عطى حيله. على كل حال فهذا الصبر على الأذى. بعد يجي مسألة تفقد الجار. تفقد الجار يعني شنو؟ يعني أنا بعض الأحيان جاري ما عنده يأكل، في ظروف فصلوا مؤمنين متعففين ما يبضح حتى يقول أنا ما عندي، كل من كلمه قال عندي. لكن احنا بعدوان الجيران طرشين لهم شيء والله مشترين وكذا، قلنا جيراننا اعطينا كذا كذا، شوية شوية اوصل لي لقمة اوصل لي شيء. ساعات جاري ما عنده يلبس، ليش ما منه ما عنده يلبس؟ ولا جاري في العيد اشوفه بدون لباس، معنى انه ما عنده ابو امكانية. فانا انظر المسألة اقول هذا جاري شقد يعيش مأساة إذا في العيد ما يقدر يلبس أولاده، أولاده يشوفون جهال مش يجون أبوي ما اشترت لنا، الأولاد منكسرين شافوا أطفال لابسين وهم ملابسين والأبو منكسر ولده يطلب شيء ما يقدر يوفي له. هذا أيضا نعطيه في الروايات، طبعا كل الروايات. في الطعام النبي قال أبا ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة مرق فكثر ماءها وتعهد جيرانك. تعهد جيرانك يعني الأول العرب كل لحم عزيز متى يذبح زيد المراك اعطهم مراك بدون لحم يحط يا يفتت يا شيء ثريد. مو شفت الأخوة السنة في تاريخهم قالوا النبي لما أراد يمدح السيدة عائشة، طبعا احنا عندنا رواية مش صحيحة بس هم يقولون لما أراد يفضل عائشة وش قال؟ فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هذا ما يصير النبي يمثل ببطن. ساعات لاعب يقول لك ايه وش رأيك في خطبة فلان موضوعه، قال يعني انا اتذكر مرة احد اللاعبين اخذنا يانا الصلاة ما خلصنا من بهر من خطبة الشيخ، فقال ما شاء الله الشيخ اليوم شق الشبك. هذا بيئته كرة وكذا، قال شق الشبك. احنا الان رسول الله بيئته الفريد والاكل والبطن وكذا، اصلا هي مراكبة على كل حال. فيا حبيبي مسألة الطعام مسألة اللباس مسألة الماعون. القرآن ذم من يمنعون الماعون. الماعون عندنا في البحرين يعني صفرية كذا صحن، مو هذا المقصود. الماعون ما يحتاج إليه الناس، محتاج مطرقة محتاج مشارة. يجي الواحد لجارة ها جار عندك مطرقة والله محتاجين دقيقة، والله ما عندي
أدش البيت أبوي مو عندنا مطرقة له فنتين بعد أسكت أنت إحنا بس نشتري ويأخذوا ولا يرجعون ما يرجعون طبعا الرواية توبخ اللي ما يرجع يقول هذا صار سبب لقطع الخير لكن هذا ما رجع ذاك رجع ليش أطلع قانون على الجميع ثم وش قيمة المطرقة 700 800 500 فلس يمكن بعد كان أبو ريالين فيه ما تسوى أن أرجع حتى لو يمكن نسى يعني أنت ما تنسى يمكن تنسى ناس وايد يتصلون لنا مؤمنين يقول عندنا مواعين ما أدري لمن من جيراني رحت لهم ما لا لهم يذكرون أنا فأنا أنسى أنت تنسى كل واحد ينسى فدي المسألة يمكن حسن الظن فيها ولا نقع في هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله من منع الماعون من جاره إذا احتاج إليه منعه الله من فضله يوم القيامة ووكله إلى نفسه ما تسوى على 5 ربيات بعد مشاركة في الأفراح والأحزان لأن في ناس يقول لي متى زواج ولدكم والله خلينا الليل فلانية متومتوا في جاركم الله يرحمك أنت تقول الله يرحمك بس هم يرون أنك ما حاسبت مشاعره ما بيقولون لك شيء بس في النفس شيء الإسلام حتى أن هالشعور ما يتمنى فإحنا ساعات ما نراعي هالأمور ما نراعي هالأمور مع أن في الروايات والأدعية تركز على مراعاة هذا الأمر هناك روايات وردت طويلة عن حقوق الجار عن رسول الله عن الإمام زين العابدين في رسالة الحقوق بيّن لنا حقوق الجار في الصحيفة السجادية دعاء ومع ذلك حقوق الجار أنا بختم بهالدعاء بهالدعاء إذا موجود لعل الدعاء مو موجود عندي هنا لا مو موجود فكفى الله المؤمنين القتال كان بيّنت لكم أن الإمام يدعو دعاء يمكن 4-5 أسطر هو كله تعليم وإيش ينبغي أن أتعامل مع الجار وهو دعاء مع الله يقول وفقني أفعل كذا مع الجار وكذا 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 فهذا أولا أنت تلقن نفسك أن هذا الموقع يجب أن تصل إليه الذي تطلبه من الله فهو في موقع العبادة والعلاقة مع الله والشعور بالحاجة تطلب منه كمالات روحية وكمالات أخلاقية في التعامل مع الجار هذا شيء من توصيات الإسلام فيما يرتبط بالجار طبعا هناك أيضا توصيات لجيران المسجد والمأتم وما إلى ذلك الآن لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد هذه جوار مو أفراد جوار المكان اللي الله أراد أن يتعبد فيه الناس وايد يقول لي وين تصلي قال في البيت والصلاة المسجد قال هي ركعتين وصبح والنوم في راسي تبيني أروح المسجد ما تسوى أنت لازم تفكر تفكير مختلف الصلاة في المسجد ثوابها ما شاء الله أمام الصلاة في البيت يعني حتى نقرب مثال لو عندي سيارة ببيعها وديتها قالوا تسوى 1000 دينار بس تضيف إليها شوي سمكرة شوي صارت حطيت فيها 100 دينار صار 1500 سعرها 100 دينار زيتها 500 الصلاة كذي من تلبس خاتم في الصلاة تضاعف ثوابها تحط العطر ترش عطر تضاعف ثوابها تخليها في المسجد تضاعف ثوابها تصليها جماعة تقول له وش أخاف أتأخر لا الإمام مستحب ليش عزم منك بحيث ما حد يمل وبعدين من يصير عدد المصلين 10 ما يعلم الثواب إلا الله لا تخلي جوار المسجد أنت وما تروح المسجد أيضا مجاورة البقاع الطاهرة هذه فيها شوية كلام يعني تجاور مكة أو المدينة أو تجاور كربلاء أو النجف هني بعض الروايات تقول إذا أحب رحت النسك مكة حجة وعمرة خلصت أطلع ليش أطلع؟ فسرها بعض العلماء بأن أنت جاي الآن للعبادة وصار عندك وهج روحي وصرت ما تعصي لكن إذا طولت القعدة بمكة شوية شوية ترجع العادات السلبية إذا عدنا عادات سلبية مثل الغيبة تالي عقب ما نخلص الحج ونجي ما علينا بعد نسك نسولف يا الخال قال سولف يا الخال ذكر فلان يوم شديد ذكر فلان نرجع إلى التمرد على الله ونحن ضيوف عنده ما يناسب نطلع أما اللي يرى من نفسه أنه لا ما راح يعصي يفضل أن يبقى ولهذا الأئمة جاوروا قبر جدهم الأئمة ولم يخرجوا من المدينة إلا لضرورة الحسن خرج لقيادة الأمة من العراق يوم راحت من القيادة رجع المدينة
الحسين خرج لأجل هالغرض. كل الأئمة مكرهون خرجوا من المدينة، ما واحد خرج بطيب من نفسه. الحسين خرج من المدينة لكن الوقت ما حان للذهاب إلى العراق، فتحول إلى مكة ولازم مكة. نزل في اليوم الثالث من شعبان يعني ذكرى ولادته، وخرج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، لأن الحسين بقى وكان قد وظف بقاءه في مكة للترويج لمثالب يزيد وآل أمية. لهذا يزيد علم بأن بقاء الحسين في مكة والحجاج يتوافدون، آلاف الحجاج، ويسمعون منطق الحسين ويعرفون ما عليه واقع يزيد، هذا يضر بإمارة يزيد. فأرسل إلى الإمام 30 من شياطين بني أمية ليغتالوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. الآن الإمام يعرف هذا المخطط ولا يريد أن يغتال ويقتل قتلة لا تخدم دينه ولا تقوض البيت الأموي. يريد مو مثل مالك الأشتر دس له السم ولا سجلت ضد مجهول في نظر الناس، يريد رسمة كربلاء التي تجيش الأمة ضد بني أمية. لهذا رقى المنبر بأبي وأمي وكان الناس تزدحم تحت منبر الحسين يستمعون منه لعلوم جده رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن ذاك اليوم الحال مختلف، لأن إمامنا رقى المنبر بعد أن أثنى على الله قال خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخير لي مصرع أنا لاقيه. كأني بأوصال الإمام وصف مشهد كربلاء، كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. لما سمع الناس ذلك أيقنوا بنزول البلاء، وعلموا أن الحسين ينعى نفسه، فضجوا ضجة واحدة، وحسينا وإماما. بعد ذلك الإمام نزل وطاف بالبيت وكر راجعا إلى الدار. لكن يا شيعة أين كانت العقيلة زينب؟ زينب وهي ترى علامات الموت تحيط بشقيقها الحسين، كأني بها وقفت خلف الباب تنتظر رجوع الإمام سالما. بينما هي كذلك وإذا بالإمام قد أقبل، لكن بأي حالة متغير الحال، خرج محرما ورجع وقد تحلل من إحرامه. لما رأت العقيلة ذلك أحست بنزول البلاء، أخذ قلب العقيلة يخفق على أخيها الحسين. ما إن دخل الإمام إلى الدار قالت ابن أمي نازع أحرامك والخلق كلهم محرمين، والبيت بك ميت، شرف ومسرور يا حسين. قالها
نزعت حرام حج دون الإسلام، حجي ما هو في هالأرض يا بنت الأكرام، حجي بوادي كربلا مدخور قدام، وما الأضاحي هالشبول الهاشمية، هالفتية اللي واقفة دول الضحايا، أنا بوقف على أجسادهم صرعة وعرايا، يم النهر بضحي بشايل الراية، مفضخ راسه والسهم في محجر العين، ابن والدي حسين كيف يكون مناسكك في كربلاء، كيف تحلق وكيف تنزع في كربلاء، أنا نزعي إلى الإحرام أبنزع سهم مسموم من وسط قلبي ويمتلي شفي بالدمو، بطلع من قفاي وقلبي بنار مضروم، دم الجروح تسيل من جسمي الصوب بعد، وتحليق راسي دونها العالم يا حرة، شمر الخنا بالسيف يحزن حري يهبر، يركب على صدري وانا بحرة الغبرة، وانتي على الناقة وعلى جسمي تطفي، وما مفيض الحاج شال الحرم للشام، وما الندى والتلبية ضجت الأيتة، هذا الطفل طايح ذاك الجمل قدام، وبحالة تنقشر عقاب عيني تصيري، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، نسألك اللهم وندعوك بالحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، نسألك اللهم بهم أن تفرج لنا فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر أو هو أقرب، اللهم فك قيد الأسرى والمعتقلين، اللهم انتقم لنا ممن ظلمنا، أرنا فيه قدرتك عاجلا، اشف الجرحى والمصابين ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اللهم من على المطاردين بالأمن والأمان، اللهم احفظ شبابنا، رد عنهم كيد أعدائنا، أيد وسدد علماءنا العاملين، اللهم نفس عن المكروبين، واقض لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالخصوص من سألنا الدعاء حوائج الدنيا والآخرة. هذا المجلس يهدى ثوابه إلى روح السيد محفوظ السيد محمد، إلى روحه وأرواح الموتى من الفقهاء والعلماء والشهداء والخطباء ومن مات على الإيمان، وموتى الحاضرين والمؤسسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.